شوطنا الثامن الماضي من أشواطنا الماضية. هقوة هي من احتلت المركز الثالث، مملوكة لمحمد بن أحمد بن هويمل العامري، تهانينا وإنه موسيقى للفائزين. أيها الأعزاء، تتواصل الأشواط والانطلاقات، وانطلق في هذه اللحظة الشوط الحادي عشر، وأحد الزملاء المعلقين عازم اليحافي سيرافقكم في هذا الشوط. أتمنى له التوفيق. شكرا زميلي وأستاذي محمد بن بريك المري، على بركة الله تتواصل التحديات والانطلاقات من أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية. انطلق شوطنا الحادي عشر هنا والخاصة بالأبكار الحجاج، مسافتنا هي الأربعة كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مع الصدارة مع المركز الأول التي خذت المقدمة، خذت الصدارة والانطلاق الأول والتحديات الأولى مع المركز الأول. مشاهدينا الكرام، مشاهدي الكرام، الصدارة والمقدمة هناك من تأتي مع الانطلاق الأول والتحديات الأولى مع المركز الأول. إذا مشاهدي الكرام، هنا مليار من تأتي، مليار عامر بن راشد بن سعيد البريص المري من يأتي مع المركز الأول، بينما ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، ثاني المراكز وثاني التحديات مشاهدينا الكرام، التواجد مع المركز الثاني مع هذه التحديات. من تأتي العنود ملك العنود ملك جار الله بن علي بن راشد بن فهد المري من يأتي مع ثاني المراكز، وثالث المراكز من تتواجد مع ثالث المراكز من ديار من تتواجد فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري من يأتي مع ثالث المراكز. أما رابع المراكز، رابع الانطلاقات مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، التواجد من قبل العاصمة من تتواجد مسلم بن صالح بن طرشوم العامري من يأتي مع رابع المراكز وخامس المراكز، خامس الانطلاقات، التواجد مع خامس المراكز، خامس التحديات مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، التواجد من شيبة ملك راشد بن حمد بن حبتور الكتبي. إذا مشاهدينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى الانطلاق الأول وتحديات الصدارة مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول وتحديات هذا الشوط. الصدارة والمقدمة، العنود من تاتي مع المقدمة مع الصدارة، جار الله بن علي بن راشد بن فهد المري من يأتي مع الصدارة مع المركز الأول، يضغط مع المقدمة، ينطلق مع التحديات الأولى والانطلاق المثير مع الصدارة، ولكن وراكل ولكن أردت أرى الانطلاق، أرى التحديات، مذيار من قادمة وبدلت الصدارة، مذيار مذيار يا مذيار، عامر بن راشد بن سعيد بريص المري من يأتي ويغير، ينتقل إلى الصدارة، ينتقل إلى المركز الأول، وألف ومئتين النهاية، ألف ومئتين، خلونا مع اللي هنجان بلقى اللقى مع الصدارة مع المركز الأول مع الانطلاق المثير مع الصدارة. يا سلام يا سلام، المقدمة الانطلاق الأول والتحديات الأولى والصدارة، الصدارة والمقدمة والانطلاق الأول مع المركز الأول مع هذه التحديات. يا سلام، مذيار 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 مع الصدارة، عامر بن راشد بن سعيد بن بريص المري من يأتي مع المقدمة مع الصدارة، مثاني المراكز العنود جار الله بن علي بن راشد بن فهيد المري من يأتي مع المركز الثاني، انتقل مع هذه التحديات الأخيرة الامتار المجنونة. الله الله الله، الصدارة المقدمة الانطلاق الأول التحديات الأولى مع الصدارة، مذيار 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 يا سلام، عامر بن راشد بن سعيد بن بريص المري من يأتي مع المركز الأول، ولكن حصل تغيير، حصل تغيير من قبل العنود جار الله بن علي بن راشد بن فهيد المري من يأتي مع الصدارة مع المركز الأول، انتقل وتحركت الشعارات إلى المقدم، إلى المقدمة، تحركت في هذه اللحظات، ولكن يرى القادم، أرى القادمة، يا سلام، الدوحة قادمة، الدوحة قادمة، محمد بن خليفة المري من يأتي، المهيري من يأتي، ولكن ولكن يا سلام، الله 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 الله، يا سلام، الأمتار المجنونة، 300 متر الأخيرة، وجولة الأوامر، والصدارة والقيادة، يا سلام، معركة طاحنة، معركة طاحنة، يا سلام، يا سلام، القادمة، القادمة المقادمة، شهيرة شهيرة، يا سلام، علي بن حارب بن ضحي بن عامر المنصوري غير مع الصدارة مع المركز الأول، 100 متر الأخيرة، الأخيرة مشاهدينا الكرام، إذا تهانينا والناموس لمالك الشهيرة علي بن حارب بن ضحي بن عامر المنصوري، يا سلام، اللحظات الأخيرة، ولكن لمن الفوز
إذا المشاهد الكرام وصلت مع خط النهاية هناك. إذا تهانينا لمالك التقدير ملك راشد بن طالب راشد بن شريم المري، تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، ثاني المراكز. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء بهجة ملك حميد بن مطر بن عمير الشامس. والمركز الثالث، المركز الثالث إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء وصلت مشاهد الكرام الدوحة ملك محمد بن خليفة المهيري من يات أتى مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع إذا مشاهدينا الكرام، المركز الرابع إذا مشاهدينا الكرام وصلت ذيبة ملك فهد بن بخيت بن علي بن بريد المري. والمركز الخامس، المركز الخامس إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام المركز الخامس وصلت رجوان، تهانينا لشليويح بن حمد بن شليويح العامري، تهانينا. إذا مشاهدينا الكرام نعود بالتوقيت الزمني لحظات الوصول. إذن تهانينا لمالك التقدير راشد بن طالب راشد بن شريم المري. التوقيت الزمني 6 دقائق و9 ثواني إذا مشاهدينا الكرام هنا، و95 جزء من الثاني. المركز الثاني إذا المشاهد الكرام هناك وصلت بهجة ملك حميد بن مطر بن عمير الشامس. التوقيت الزمني 6 دقائق و9 ثواني إذا مشاهدي الكرام مناخذ المركز الثالث 9 دقائق 99 جزء من الثاني. المركز الثالث إذا وصلت الدوحة ملك محمد بن خليفة بن هويم المهيري. التوقيت الزمني 6 دقائق 10 ثواني 70 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الكلمة إلى حمد بن سالم الزرعي، له الكلمة فليتفضل.